شايفه ازاي؟ شايفه منطقي يعني، شايفه مشوار متدرج. يعني كيروش او مستر كيروش اتعامل بشكل يعني كويس من بدايه كاس العرب، اخذ المباريات يعني بفكر التجربه، بفكر ان انا عايز اشوف مين اللعيبه اللي ممكن تبقى موجوده معايا في القائمه الافريقيه، وده وضح وظهر لنا في بطولة افريقيا. واحد زي عمر كمال عبد الواحد، واحد زي محمد عبد المنعم، الاثنين كانوا موجودين في كاس العرب وموجودين دلوقتي في البطولة الافريقية وبيأدوا اداء كويس جدا وبقوا من الاعمدة الاساسية في المنتخب. فاعتقد ان ده حاجة كويسة ويثبت ان هو نجح في كاس العرب، بعكس الناس لما كانت بتتكلم في ان هو اخفق او فشل. طب دي النقطة الاولانية. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها وهي نقطة البطولة بقى الافريقية والتدرج فيها. يمكن حصل لخبطة شوية في البوزيشنز بتاعت اللعيبة، والجهاز المعاون اكيد كان ليه دور في ان هو يعدل المسار، والاعلام كان ليه دور في ان هو يعدل المسار، لان هو نبه اكتر من مره، وده دور الاعلام الايجابي في في الفتره اللي فاتت كلها. يعني كان في دور ايجابي وكان في دور سلبي كبير جدا، اما الدور الايجابي الدور الايجابي اللي اتعمل وهو ان خلي بالك يا مستر كيروش ان الراجل ده عمره ما لعب في البوزيشن ده، الراجل ده عمره ما لعب في البوزيشن ده. فيعني احنا بنقول واكيد بيوصل الكلام ده، ده الدور الايجابي. كابتن شيتوس هقف معاك في النقطه دي، انت مدرب ما بتجيش في مرة تلاقي لعيب تحس انه اللعيب ده ممكن رغم ان مصر كلها وكل المدربين اللي قبليه بيلعبوه في المكان ده، انا شايف انه ممكن ليه امكانيات تديني في مركز ما حدش شافه فيه قبل كده؟ طبعا. مش ده يعني اصلا ده جزء من مهامك كمدرب طبعا. فمش جريمة لو انت قررت تجرب لاعبين في مراكز تانية؟ لا لا مش جريمة. بس هو التجربة توقيتها مهم. ما ينفعش ان انا اجي اجرب في 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 حاجه اساسيه او حاجه رسميه بتبقى صعبه. ما ينفعش ان انا اجي اجرب في وقت لو لا قدر الله حصل حاجه في التجربه بتاعتي هبقى بره. انما حاجه زي كاس العرب اجرب، حاجه وديه مفهوم، حاجه زي مباريات وديه، اجندات دوليه وديه اجرب، معسكرات ممكن اعملها اجرب. انما لما اجي في الرسمي وقت التجربه المفترض يكون انتهى. ليه؟ لان كل الكلام تحضير للامتحان، ما ينفعش وقت الامتحان اجي ابدا يبقى فيه خلخله يعني. بس فوصلنا بعد كده في تحسن حصل بعد البدايه اللي كانت اتهزت فيها المنتخب، حصل التحسن بدايه من ماتش كوت ديفوار. حصل التحسن؟ لا طبعا حصل التحسن بدايه من ماتش غينيا بيساو. تمام. ابتدى يبقى فيه تحسن نسبي في روح اللعيبه حتى، وابتدوا يبقوا عايزين يكسبوا. كسبوا. عندنا حاجه في الكوره هاني اسمها المكسب بيجيب مكسب. تمام. والخساره بتجيب خساره. دي مش مجرد مقوله، دي حاجه فعلا. لا دي حاجه اساسيه، دي حاجه اساسيه وليها تاثير ايجابي كبير جدا على الاداء. خلي بالك لما بتاخد ثقه المكسب بيجيب لك اداء مميز. بعد كده انتقل المنتخب لماتش السودان. أيوة. وكسبنا السودان برضو باداء احسن شويه من غينيا. تمام. ولكن لسه لغايه دلوقتي لم ترتقي للاداء اللي الناس منتظراه. أيوة. في الفتره دي ابتدى الاعلام الجزء السلبي، ابتدى الاعلام يتكلم عن عقد كيروش والشرط الجزائي بتاع كيروش وهيمشي امتى ومين البديل، وابتدى قصص كتير جدا المفترض ان هي ما كانتش تبقى دور الاعلام. وانا بشكر اللي تدخل معرفش مين. بس هو في حد تدخل. أيوة. رسمي. في ان المنصات الاعلاميه كلها تتغير ويبقى كله دعم دعم بس. التدخل ده في قرار بكده ولا انه روح اتنقلت للاعلام؟ التدخل ده تدخل بناء على قناعه اعلاميه من الاعلاميين. ايوه. بناء على تعليمات جت للاعلاميين. تمام. بناء على الروح الرياضيه اللي موجوده عند بعض المحللين اللي موجودين مع الاخوه الاعلاميين. ماليش دعوه، المهم ان في حاجه اتغيرت. الحاجه اللي اتغيرت دي وصلت للشعب، الجماهير، وصلت للعيبه، وصلت للجهاز الفني. احنا مش ما بنبقاش موجودين في حته تانية هاني مختلفين. مفهوم. احنا موجودين وشايفين الناس بتتكلم علينا بتقول ايه. انا حاسس ان الروح دي اللي شفتها في الاعلام، انا متفق على فكره معاك تماما انه ان هي مهمه، واللي حصل ده كان من اسباب نجاح المنتخب. لكن انا شايف انه لا، الواقع ان المنتخب هو اللي خلى الاعلام يبقى داعم بالشكل ده. بمعنى ايه؟ ما انا هقول لك حاجه. بمعنى انه انا تحديدا نقطه حوار صلاح المؤتمر الصحفي ده،
حسيت انه صلاح كانه خبط للكل على انه فوقه بقى يا جماعه، احنا ما بنلعبش باسم نادي ولا باسمنا، احنا باسمكم انتوا اللي عمالين تشتمونا وتهزقونا واحنا هناك. طيب ما ده فحسيت انه هو الاعلام تاثر بالمنتخب مش المنتخب اللي تاثر بالاعلام. طب هو مع احترامي الكامل، هو المفترض اللي يقول الكلام ده مين؟ صلاح ولا الاعلام؟ الاعلام هو المفروض يقول الكلام ده. متفق. يعني الاعلاميين المفروض هم اللي يقولوا يا جماعه خلي بالكم، يقولوا الجماهير. لان 100% يعني عندك حق. عندك حق. يعني مهمه الاعلاميين هي توعيه الجماهير. صح. فاهم قصدي؟ مش يمشوا ورا الجمهور. طبعا انت مهمتك انك تقول للجماهير اللي بتخاطبها كل يوم هوا ساعتين هوا كل يوم، انك تقول لهم يا جماعه خلي بالكم الموجودين ال 30 واحد اللي موجودين في منتخب مصر بيمثلوا منتخب مصر. كلهم لابسين تيشيرت منتخب مصر. الراجل البرتغالي اللي موجود ده اللي احنا ممرمطين بكرامته الارض، الراجل ده اولا عنده تاريخ تدريبي غير صح. طبيعي. ثانيا هو دلوقتي لابس شعار مصر. صح. هو بيحمل اسم مصر. فكلنا نبقى داعمين. والتقييم والتقطيع ليه وقته. انا ما بقولكش ما تقطعش، قطع بس بعد المرحله. بعد المرحله، مش تقطع في وسط المرحله. ما تتكلمش على عقده في وسط المرحله، اتكلم عن زي ما قلت لك الدور الايجابي، انك تقول له خلي بالك الراجل ده ما بيلعبش في البوزيشن ده. اتكلم فني. اتكلم فني كلنا نسمع مفهوم. انما ما تتكلمش في حاجات تفطس. طيب